Finally. لا مستحيل. Target down. No mercy. أوف يا الهيت شوت. Enemy down. أوف. السلام عليكم. نبدأ بالصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بهذا الفيديو وحل مشكلة ضياع الايمو انشر الطلاق بعد تحديث 2.8. هذا الفيديو ان شاء الله راح تستفادون عليه بشكل جدا كبير ان شاء الله. حبايب فضلا وليس امرا وفز على اخوكم ماهر يوسف. تروحون تشاهدون هذا الفيديو بقناة الثانية. بدنا نوصلوا 1000 لايك واكيد بدعمكم ما استمر بعد التوفيق من الله عز وجل. اتمنى دعم المقطع باللايك. المهم اشترك بالقناة كمان اشترك. اخليكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. نبدأ ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان في كم من خيار لازم ننتبه عليهم اذا انتم كنتم فاعلينهم تراحم اللي عندكم ضياع منتشر طريقة بشكل جدا كبير. ان شاء الله راح نصحح الخيارات مع بعض وبعدين راح ننتقل على الشيء المهم اللي صار يعمل ضياع منتشر طريقة بشكل جدا كبير بعد تحديث 2.8. يا اخوان اول شيء نبدا بحجم زر الحركه. اذا انت كنت تعاني كثير من ضياع الام بالمستودع خصوصا بالرومات او تدخل لمستودع عشوائي وعندك كثير ضياع ام فيفضل تخلي حجم زر الحركه شويه كبير. يعني اذا كنت تلعب ايباد تخليه 90 او 100 او 110 او 120 واذا انت كنت تلعب جوال من الضروري تخليه تقريبا 110 او 120 وما فوق بالمستودع عشان تتخطى ضياع الام وانتشار الطلاق. لانه يا اخوان دولاب الحركه كثير مهم شويه حجمه يكون كبير بالمستودع عشان ما يكون عندك انتشار طلاق لانه بالمستودع ما في ايم اسيست. ولكن بالكلاسيك شوي في ايم اسيست او مساعه استهداف فممكن شويه يفيدك الايم اسيست وما يكون عندك ضياع ام. فاذا انت كنت تعاني من ضياع الام بالمستودع يفضل تخلي حجم زر الحركه شويه كبير. في اخوان ننتقل على الشيء الثاني هو منظور الايباد او حساسيه كاميرا منظور الشخص الثالث. اذا انت كنت تستخدمها يعني مثلا تخليها 80 او 83 او 90 فيفضل تخليها 80 الاساسيه سواء كنت تلعب جوال او ايباد. ثالث شيء يا اخوان هي حساسيه الركض. حساسيه الركض اذا خليناها كثير سريعه راح تعمل عندك ضياع ام وانتشار طلاق. اذا كنت تلعب 20 30 40 فريم خليها 75. اذا كنتوا تلعبون 60 فريم قويه او 90 فريم فخليها 80. في اخوان حاليا ننتقل على الشيء اللي كثير مهم اللي صار يسبب عندك ضياع ام وانتشار طلاق بعد تحديث 2.8. طبعا يا اخوان هي الحساسيه خصوصي حساسيات الجيروسكوب. طبعا يا اخوان انا كنت استخدم 195 على الاي دي اس مثل ما تشوفون رجعتها 190 وكنت استخدم على الكاميرا 260. تخيلوا يا اخوان من 260 على 240 ورجعتها على 230 لانه يا اخوان كاميرا الجيروسكوب صار فيها سرعه والكاميرا صارت تاثر على الكاميرا وعلى الاي دي اس. يعني اثناء الطلق وبدون طلق الكاميرا صارت تتاثر على الحساسيه. هذا اللي صار يسبب ضياع ايم وانتشار طلق. تخيلوا يا اخوان الكاميرا من قبل التحديث عادي تزود فيها وتنقص فيها ما كانت تتاثر على الايم كثير ولكن صارت بعد التحديث تتاثر بشكل مو طبيعي. تخيلوا يا اخوان قبل التحديث يعني انا كنت انزل بالاي دي اس فقط بعد هذا التحديث كثير نزلت بالكاميرا حتى صار عند الايم كويس. الناس اللي تستخدم حساسيه سريعه والله يا اخوان الحساسيه السريعه مهما كنتوا تحاولوا تسيطروا عليها ترى فيها ضياع ام وانتشار طلق مو طبيعي. في اخوان يفضل تفوتون على الحساسيه مثلا ترفعون بالكاميرا على ال 260 ترفعون على الاي دي اس كمان 260 وتنقصون فيهم شوي. واهم شيء اخوان الاي دي اس يكون يعني تقريبا 200 210 220 يعني الناس اللي متعوده على الحساسيه السريعه. وكمان يا اخوان الكاميرا تنزلوا فيها لانه يا اخوان الحساسيه السريعه بعد التحديث صارت تسبب ضياع ام مو طبيعي. كمان يا اخوان الحساسيه المخصصه الناس اللي تضيف الحساسيه على المخصصه ما انصحكم ابدا يا اخوان لانه كمان تأثر عليكم بشكل جدا كبير وسكوبات تكون ضايعة عندكم. إذا أنتم بس بدكم تضيفون السنايبر ما في مشكلة السنايبر نحن ما نعتمد عليه بالرش ولكن يا إخوان الرش ما أنصحكم تضيفون على الحساسية المخصصة. ومثل ما ذكرت يا إخوان مثل ما تشوفون حاولوا تعدلون على الكاميرا وكمان يا إخوان تعدلون على الـ ADS وإن شاء الله تضبط معاكم أفضل شيء. لنفترض يا إخوان خليها 260 على الكاميرا بهذا الشكل كمان على الـ ADS بهذا الشكل وبعدين نطلق. يا اخوان مثل ما تشوفون قدامكم حاط الايم على راس الخصم ما عم تجي هيد شوت ابدا. لنفترض يا اخوان ننقص فيهم 10 بهذا الشكل 10 كامله كمان 10 على الاي دي اس. انا انقص 10 يا اخوان عشان الفيديو ما يطول. نضرب شوفوا يا اخوان تصير افضل كل ما نقصت بالكاميرا وبالاي دي اس تصير افضل بشكل كبير. كمان يا اخوان ننقص 10 هذا الشكل كمان هون 10 على الاي دي اس نطلق بهذا الشكل كمان يا اخوان ندخل وننقص فيها 10. يا اخوان انتم نقصوا 10 10 فيها او 5 5 يفضل 5 5 عشان ما تنقصون كثير ويفضل هذا الشرح وهذا الضبط تعملونه ضد اصدقائكم بالمستودع عشان ما تدخلون المشاكل او يكون افضل عملي افضل من المجسمات هذه. مثل ما تشوفون يا اخوان طبعا الانفار ما عليها ليزر والامور كثير ممتازه.
كمان يا اخوان مثل ما تشوفون بس وصلنا 230 على الكاميرا، نخليها ثابته ونروح ننقص بالاي دي اس فقط. لنفترض نظل ننقص يا اخوان لبين ما نوصل 210، نضرب ما شاء الله يا اخوان كثير كثير ممتازه. كمان يا اخوان نرجع ندخل وننقص فيها بهذا الشكل 10 كمان، ونرجع نطلق هذا الشكل. ما شاء الله الصلاة على النبي كثير كثير في هيد شوت. كمان يا اخوان ندخل ونفترض ننقص 10 ونوصلها 190، نفس الحساسية الأساسية، نرجع نطلق مثل ما تشوفون حبايب. ما شاء الله الصلاة على النبي في هيد شوت ما فيها أبدا ضياع. وحبايب هاي أفضل طريقة تتخطون فيها ضياع الأيم وانتشار الطلق بعد تحديث 2.8. مثل ما ذكرت يا إخوان شوي شوي نقصوا بالحساسية لبين ما تصلون أفضل مستوى يتوافق مع جوالاتكم وأيباداتكم على حسب الفريمات اللي تلعبون فيها، فإن شاء الله تعملون أفضل حساسية وتتخطون ضياع الأيم وانتشار الطلق بعد هذا التحديث. حبايب أتمنى دعم المقطع باللايك، المهم مشترك بالقناة كمان اشترك. أخليكم معنا بكثير أسطوري وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Is in the lead. Reloading! Target down! No mercy! I need a weapon. Reloading! For the red team! I need a weapon. Cover me! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Cover me! Killing spree for the blue team! Team victory!